مهندس احمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا المساعدة ومساعدة ان اقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة ملحمة كل الالوان. امتناني لمصداقيتي كرمال هيك انا بحب اشكر اصحاب القناة بحب اقول لهم شكرا لكم ويعطيكم الف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. ان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم عن فرصه ممتازه جدا بس قبل ما اتكلم عن الفرصه دي احب اوضح لدي قناتنا قناه منح من كل الالوان عليها فرص ومنح كتيره جدا بالاضافه كمان ده الويب سايت الخاص بينا هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيره جدا فيا ريت تتصفحوا القناه والويب سايت عشان تتعرفوا على احدث المنح الدراسيه كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهوله طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده بالنسبه لفرصه او منحه النهارده هي عباره عن فرصه تدريب مموله بالكامل في هولندا ومتاحه للجميع تمام طيب خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر الدوله اللي هيكون فيها التدريب هي دوله هولندا وكمان ما تنسوش طبعا ان هولندا من الدول الاوروبيه القويه جدا جدا والتدريب ده هيكون في مدينه امستردام تمام طيب بالنسبه للجهه المانحه الجهه اللي مقدمه الفرصه دي هي مؤسسه ممتازه جدا اسمها ذا نذرلاندز Education جروب تمام دي المؤسسه طيب بالنسبه للدول المتاحه للتقديم في الفرصه دي جميع الدول المتاحه للتقديم سواء انت من دوله عربيه افريقيه اسيويه بتقدر تقدم على الفرصه دي بكل سهوله طيب بالنسبه لوصف التدريب التدريب ده هيتكلم عن ايه او هيشمل ايه بيقول لك ان التدريب ده هيشمل آه العمل على قضايا يعني المجتمع الحقيقيه تمام وهيكون في فريق هيحاول حل المشكلات آه الفعليه والتفكير في طرق آه وحلول جديده تمام آه ستتاح لك الفرصه لمقابله اشخاص راعين والعمل في فريق من المواهب الدوليه ستعمل في فريق ابداعي يفكر معا في اتجاه تطوير المؤسسه سيطلب منك زياره العديد من المنظمات التي تمثل آه مهمة, آه مهمه مهمه مجموعه التعليم الهولنديه تمام كمان آه هدفها انها سوف تتعلم عن الجوانب المختلفة للمبيعات والادارة وسوف تعزز معرفتك في ادارة المشاريع وهتتمكن من الوصول الى شبكة دولية ضخمة من الاتصالات عشان تعزز حياتك المهنية العالمية تمام وهتكتسب مهارات بقى مهنية جديدة وما إلى ذلك فكل دي حاجات هيشملها هذا التدريب وهيتكلم عنها طيب بالنسبة للتمويل ركز بقى معايا كده في التمويل بتاع الفرصة دي لانه حاجة خرافية اول حاجة انت هتاخد تذاكر الطيران من بلدك الي هولندا مجانا مش هتدفع اي تكاليف خالص بالنسبة لتذاكر الطيران كمان هيكون في سكن ممتاز جدا اثناء التدريب هيتم توفيره ليك كمان وجبات الطعام وجبات الطعام مع السكن هيتم توفيرها ليك وركز بقى معايا في الحاجه الجميله جدا اللي المنحه دي بتوفرها او الفرصه دي بتوفرها انها بتشمل دعوه لعمل فيزا هولندا والسفر بسهوله بدون تعقيدات تمام بيبعتوا لك حاجه زي انفيتيشن ليتر كده وطبعا ده بعكس منح كتير تانية ما بتعملش الطريقه دي لكن الفرصه دي بتبعت لك انفيتيشن ليتر ده بيسهل لك انك تحصل على فيزا هولندا وتسافر الى هولندا بكل سهوله كمان هيكون في فرصه لتعلم اللغه الهولنديه وكمان هتحصل على شهاده بعد انتهاء التدريب وكمان بعد التدريب اذا وجدوا انك شخص متميز يمكنك البقاء في هولندا والعمل مع فريق المنظمه تمام فانت عندك تمويل صراحه ممتاز جدا طيب عندنا هنا بعض الملاحظات ان المنحه دي لا تحتاج شهاده لغه للتقديم فيها مش مطلوب منك بقى تستوي في شهادة اللغه الانجليزيه وما الى ذلك لا مش مطلوب منك اي شهاده لغه انجليزيه خالص كمان المنحه دي متاحه للجميع من طلاب وخريجين من اي مؤهل متاحه للجميع سواء انت طالب خريج سواء في ثانويه عامه سنك صغير سنك كبير كمان بتقدر تقدم زي ما احنا قلنا مفيش حد اقصى العمر كمان ومتاحه لجميع الاعمار طيب بالنسبه للاوراق المطلوبه تعمل السيرة الذاتية وطبعا السيرة الذاتية بتاعتك يفضل انها تكون على الطريقة الاوروبية بشكل احترافي تمام تحط فيها كل بياناتك كمان تعمل خطاب نية احترافي تكتبه بشكل ممتاز وممكن كده في الرساله بتاعه يعني في الـ في الابلكيشن او لما تيجي تبعت بياناتك تحاول تكتب لهم انك آه يعني هتحاول انك تساعد المؤسسه وانك يعني تنمي مهاراتك عن طريق انك تحضر التدريب ده فبالتالي هتساعد الناس في بلدك فيعني انك هتنشر افكار المؤسسه وان المؤسسه هدفها مساعده الطلاب والاشخاص وان هم ينشروا المعرفه اللي اتعلموها فبرضه تحاول توضح لهم الحته دي في نواياك تمام؟ طيب بالنسبه لكيفيه التقديم في الفرصه دي التقديم بسيط جدا هتحط السيره الذاتيه بتاعك والخطاب النيه في الايميل وتبعته للايميل ده تبعت خطاب النيه والسي بتاعك وتكتب الجزء اللي احنا قلناه كده في مثلا في في, في الرساله تمام؟ و ترسل الاوراق وتكتب في عنوان الرساله سيلز ترينشب ان امستردام تمام تكتب العنوان ده عشان يعرفوا انك بتقدم على اساس المنحه دي او الفرصه دي تمام كده طيب مده التدريب ده قد ايه التدريب ده بيبدا من 3 شهور حتى 6 شهور وفي كمان 9 شهور ولكن يعني المعتاد ان هم بيكون من 3 شهور حتى 6 شهور تمام وزي ما احنا قلنا بعد التدريب اذا وجدوا انك شخص متميز يمكنك البقاء في هولندا والعمل مع فريق المنظمه بالنسبة لآخر معاد للتقديم في الفرصة دي التقديم مفتوح طوال العام ويفضل كل لما تم التقديم مبكرا أفضل خوفا من أن تمتلئ المقاعد يعني كل ما تقدم مبكرا بيكون أفضل لأن ممكن في أي لحظة مثلا تمتلئ المقاعد تمام طيب كمان ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منحة انت عايزها يعني اللي عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح كمان خدمه تجهيز الاوراق عشان تستخدمها في التقديم لاي فرصه ومنحه انت عايز تقدم ليها بنفسك وخدمه التقديم على الكورسات ولو عايز اي خدمه الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا الاضافيه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان موجود هنا ده رابط الخدمات الاضافيه طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه والتقديم تيجي تضغط على الاعلان الرسمي والتقديم من هنا هيفتح معاك كل التفاصيل اللي انا قلتها كل التفاصيل اللي احنا قلناها هنا باللغه العربيه هتلاقيها موجوده في موقع الفرصه الرسمي تمام وهتلاقي كل التفاصيل اسم طبعا اسم المنحه دي او الفرصه دي سيلز اهي هنا سيلز تراند ان امستردام تمام فولي فاندد زي ما موجود كده يعني مموله بالكامل تمام طيب آه كل التفاصيل بقى هتلاقي هنا البرنامج بيقول لك هنا البرنامج ده بيتكلم عن ايه تمام مده البرنامج آه هتحصل على ايه تمام هنا ال وجبات الطعام بقى والسكن وتذاكر الطيران ذهاب وعوده كمان أه هتحصل على الشهاده كل ده موضحينه هنا المتطلبات بتاعتها مش صعبه أه متاحه للجميع بدون حد اقصى العمر او المؤهل الدراسي كمان مفهوش شرط بالنسبه هنا للاوراق زي ما احنا وضحنا دي الاوراق اللي إن انت جاهزه تمام وتجهز كل الاوراق دي وتبعتها على هذا الايميل ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه تمام فصراحه يعني فرصة ممتازة جدا ما من ايديكم آه يا الناس تقدم ليها كمان مش مطلوب اوراق معقدة ولو حابين كمان تقدموا من خلالنا متاح وان شاء الله نساعدكم في تجهيز كل الاشياء المطلوبة للمنحة دي وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته